كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. اعتراف دولة إسرائيل بمغربية الصحراء لا يفاجئ، إنما هو يدخل في سياق العلاقات المتجددة ما بين المغرب وإسرائيل، وليس له أي تأويل إلا هذا. وفي نفس الوقت لا يمس من مواقف المغرب عالميا، ولا يمس من مواقفه خاصة مواقفه من القضية الفلسطينية، بحيث جلالة الملك رئيس لجنة القدس يجدد دوما التذكير بهذا الأمر في نفس الوقت، ويدعو ويتحرك ومسؤولي المغاربة أيضا من أجل حقوق الشعب الفلسطيني، ومن أجل العيش المشترك بسلام بين إسرائيل وفلسطين. الاعتراف دولة إسرائيل بالقضية الوطنية الأولى بالصحراء المغربية ديالنا بطبيعة الحال ما هو إلا استويج المسار الطبيعي، المسار الطبيعي للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، ما هو إلا رقم بطبيعة الحال رقم مهم، هو رقم مهم في المعادلة الدبلوماسية وجيوبوليتيك جيوسياسية العالمية. إذن بطبيعة الحال الصحراء المغربية والمغرب في الصحراء دائما وأبدا. كمواطن مغربي وشاب صويري بالخصوص، كنشوف الرسالة التي وجهها الرئيس نتنياهو إلى الملك محمد السادس هي نتاج السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء قضية الصحراء المغربية، وهذا القرار هو قرار تاريخي للمملكة المغربية من بعد القرار ديال الولايات المتحدة الأمريكية، من بعد تطبيع بين المغرب وإسرائيل سنة 2020. وأنا كمواطن مغربي كنشوف هذا القرار هو قرار تاريخي ويقوي العلاقة بين دولة إسرائيل والمغرب. الاعتراف الأخير ديال دولة إسرائيل بمغربية الصحراء ففي الواقع بالنسبة لي لم تكن مفاجئة. لماذا لم تكن مفاجئة؟ لأنه الآن يجب أن نسائل الدول التي لم تعترف بمغربية الصحراء، وبالتالي بالنسبة لي أن القاعدة هو اعتراف الدول بمغربية الصحراء، هذا أولا. وإلا إذا طرحنا السؤال لماذا اعترفت هذه الدول بمغربية الصحراء غير ذلك، نكون قد نشكك في قضيتنا الوطنية التي نعتبرها أنها حق وأنها صواب، وأن القاعدة كما قلت هي مغربية الصحراء والنشاز هو غير ذلك، هذا أولا. ثانيا ليست بالمفاجأة. لماذا؟ لأنه تأتي أيضا في سياق دولي وفي سياق تحولات دولية وجيو سياسية، وتندرج أيضا في سياق العلاقات الدبلوماسية اللي ربط المغرب، اللي إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل في إطار مسلسل ديال تسويات دولية، وأيضا في إطار دينامية يعرفها العالم والمنطقة. ومنها أيضا تجي اعتراف الولايات المتحدة الشهير بمغربية الصحراء، إذن في تقديري أنها تجي في هذا السياق، وأيضا تأتي في سياق إقليمي الذي يبرز في التقارب الذي بات بين مجموعة من الدول، خصوصا دول الخليج أو ما كان يعرف سابقا أيضا بدول المواجهة، في علاقتهم بإسرائيل، والتي باتت قاب قوسين أن تتم العلاقات الدبلوماسية بين مجموعة من دول الخليج ومن الدول اللي كنا تسميها المواجهة، بعلاقات تصير علاقات دبلوماسية تامة مع إسرائيل. وبالتالي هذا كله يجعلنا نرتقب في السنوات المقبلة تحولات، أولا في علاقة إسرائيل بمجموعة من الدول، وثانيا في حسم قضية الصحراء الذي بات من القضايا التي عمرت كثيرا، والتي لم يعد لها يعني إمكانية وجود في التحولات الجيوسياسية العالمية والإقليمية. بقي أن نشير فقط بأن العزلة باتت تهدد سواء كيان البوليساريو أو الدولة المساندة لها بشكل رسمي وهي الجزائر. فهناك تأخر في تقديري الآن، تأخر أو الكرة عند واحد المجموعة من الدول التي هي لا أقول لها يد في القضية ولكن مؤثرة بشكل في الجيوبوليتيك العام، مثال فرنسا وغير ذلك، التي آن الأوان في الواقع أنها تحسم بشكل صريح موقفها من قضية الصحراء، ويتم تجاوز هذا المشكل الذي يعيق ليس فقط
تنمية المغرب أو المغرب العربي وغير ذلك، بل يعيق تسوية مجموعة الملفات بما فيهم أيضا القضية الفلسطينية، التي وإن وقفنا في الحديث عن اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، فلا بد أيضا أن نشير أنه آن الأوان لحسم أيضا قضية فلسطين لاعتراف بالدولتين كما هو يعني كما هو حاصل حوله إجماع دولي، الاعتراف بالدولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين، من أجل سلام دائم في المنطقة وفي جميع بقاع العالم التي صار فيها هذا الصراع، صراع يعني أخذ أكثر من اللازم. يعتبر الاعتراف دولة دولة إسرائيل بمغربية الصحراء كسابق عهد الذين اعترفوا مثل الأمم المتحدة وبعض الدول العظمى، هو انتصار للدبلوماسية المغربية أولا، وإجلاء للحقيقة التاريخية لمغربية الصحراء التي أصبحت الآن وللأسف من طرف يعني جيراننا وبعض الأعداء المحنة الترابية تتخذ مسار المزايدات والخروج على الشرعية الدولية. للآن أصبحت هي يعني الوجه العام على المستوى العالمي وعلى المستوى الدولي، لأن لا حديث الآن إلا على توحيد الشطر المتبقي من الوطن ديالنا المغرب، اللي ناضلوا ناضل الشعب المغربي قيادة وحكومة وشعبا لاسترجاعه، ووصل الشمال بالجنوب بعيدا على كل الصراعات التي هي صراعات مفتعلة فقط لخلق البلابل والقلاقل والمشاكل للمغرب. بالعكس، المغرب الآن أصبح في طور الريادة ويأخذ مسارا تنمويا، ولا يجد إلا الجحود ولا يجد إلا افتعال المشاكل والصراعات الواهية، بدل خلق جو أخوي بين الشعوب، شعوب المغرب العربي والشعوب العربية.